داك هو خو مات مات نفساني الشباب ديالو صيفطوا 10 سنين ديال الحبس باطل 10 سنين ديال الحبس باطل عنده 17 عام شد عنده 17 عام شد خرج في عام 27 سنه خرج بوم بواحد العام في السيفيل بدا كيمرض في راسه من 2017 2018 بدا كيمرض في 2017 بدا كيمرض تحابنا معنا امين تدينا السبيطار المهم ما خلينا ما درنا معاه كنمشيو عند هاد الناس هادو الكوميساريه هادي لابيجي ولا الدائره كيعمعوني وكيعايروني وكيسبوني كيقولي سير في حالاتك شي معيوه ما خديت كاع نقولو كنمشي عند عند القايد والمقدم كيقول لي سير شدوا لينا شي يجيو معايا ويلقاو شي حل ويدو خويا للسبيطار ويداو والو واخا شنو دار اليوم بالضبط؟ نعم خويا كيفاش اليوم كيفاش وقع داك الشيء؟ الاخ عندي ما حضرش لينا كيفاش لا واش مريض هو مسكين اليوم عاد كيفاش جاكم الخبر تصدمت شي واخويا ما شات تصدمت يا خويا راه منين جا خويا هذيك منين جا اللي تعشوني انا في كرش وعامل انا في دارة وتحابس معايا ما عرفت فاش المهم اخويا خلاص تلقاو باغي نحمل المسؤوليه انايا الدائره دي اناسي ولابيج دي اناسي والجماعه الناس هذوك يحملوا كامل المسؤوليه حيت شهادتهم باش ياخذوا لي باش يوقفوا معايا حيت خويا مريض ما باش يوقفوا معايا كيقول لي شدوا لينا ما الكوميساري حاجه كاينه تتخون الله يحمد الله كيعرف شهاده خاصه يقول شي حاجه كاينه بارك الله فيك بارك الله فيك